السلام عليكم ورحمة الله، والجمعة مباركة. حبا لك عزيزي المشاهد وافتخارا لك بهذا النجم، ضع لايك للفيديو. ليلة أمس دخل النجم سعيد بن رحمة في مناوشات مع جماهير نادي القمر الهولندي بعد نهاية مباراة فريقه ويستهام وتأهلهم للنهائي، وذلك بعد أن تجرأوا على والدة وأخ سعيد بن رحمة. لوكاس باكيتا وآخرون دخلوا مع سعيد بن رحمة ليدافعوا عن عائلته بين الجماهير في المدرجات وعلى المباشر. الرجل الذي في الصورة رجل بريطاني مشجع لنادي ويستهام يونايتد، قام هذا الرجل بإنقاذ والدة سعيد بن رحمة من هذه الجماهير. وعلى حسب مصادر مقربة من هذا النجم، فإن سعيد بن رحمة يبحث عن هذا البطل الذي أنقذ والدته ليرد له الجميل. آراءكم تهمنا في التعليقات، إلى لقاء آخر بإذن الله.